بعد وكر الفساد وقبله كانت اوكار القتل والارهاب حاضره في مناطق مختلفه تعبث بامن البلاد وما ان حملت القوات المسلحه العراقيه وجهاز مكافحه الارهاب على وجه التحديد رساله التطهير من خلايا الارهاب اليقظه والنائمه كانت العمليات العسكريه مستيقظه دوما. تاتي المصائب متلاحقه في العراق كالنزاعات والفقر والبطاله وكورونا. كل هذا لا يقف عائقا أمام الأبطال وصف حملته العملية بمراحلها الثلاث عملية أبطال العراق التي أنهت مرحلتها الثالثة بنجاح المرحلة الثالثة استهدفت 4853 كيلومترا بحثت فيها عن الأوكار الإرهابية لتنظيم داعش معززة الأمن في نفوس أهالي صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالا وسامراء وكركوك الترابط المتين بين القوات الامنيه بكافه صنوفها تشكل خطا ثابتا في استمرار التنقيب عن بؤر غياب الامن. يرتفع الصدى مجددا بدفعه كبيره يقف خلفها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. الرجل الامني العسكري الذي يعرف اين يوضع السهم في بيت العصابات والخلايا الارهابيه. على الرغم من وجود طرق وعره ووديان كثيره تستطيع العصابات الارهابيه من خلالها الاختباء إلا أن جهاز مكافحة الإرهاب استطاع بتكنيك عسكري تضمن الخبرة والقيادة الحازمة التي يشرف عليها الكاظمي في عدم التوقف أمام أي شبر من فلول ومضافات داعش الإرهابي. وبكل هذا استطاع الجهاز بفترة وجيزة تطهير قرى عدة منذ انطلاق عمليات أبطال العراق ليحصد مئات الأوكار ويلقي القبض على قياديين بارزين من جماعات الإرهاب والتخريب. توازن في التنفيذ العسكري للحفاظ على استرجاع كل نقطه تحفظ الامن على كافه المساحات هو التوازن المطلوب الذي يدعم جهود الحكومه في السير قدما نحو بناء المفاصل الرئيسه الاخرى كالسياسه والاقتصاد والاجتماع والامن هو اللبن الاساس لبناء ما تبقى من جسد الدوله العراقيه الذي مزق اكثر ما يمكن منه الارهاب والتنظيمات الارهابيه